ما هي الشيء الذي انت يخاف مني من الحيوانات؟ ما هي الشيء اللي يخاف مني من الحيوانات؟ ها؟ السيارة. ايوه، وبعدين صاحب القرابين خذ يقول ابو العال المدني. حكمت المحكمة الحبس على الحمود الفيل. ماله؟ جوعان. ما يا ده؟ اذا تزوج، اذا تزوج من العجوزة، تزوج تزوج. الضيف يجي الآن، أنت عارف من هو الضيف؟ لا. واحد يضيعك في التمثيل. ليش أضيع أنا؟ شيء يتحدك في التمثيل ويضيعك. شو أضيع أنا؟ حتى مش في التمثيل وبس، في الإنشاد. وأنا تمثيلياتي أوف أكثر منه، منشد أكثر منه. أوه. سلام ورحمة الله، أهلا. حياك يا رب. كيف الحال؟ كيف حالك؟ هذا ابنك؟ هذا مصطفى المبدع. مصطفى المبدع. أيوة. ما شاء الله ما هو الإبداع. مصطفى مندوح مصطفى. شوف. ما شاء الله والاسم. رجعنا نعجل مصطفى اسم على جولة على إيش؟ على شارع. على شارع. هي خرج خرج نبدأ نسكت. خرج يا بدر. خرج. ما شاء الله. يقول لك دخل. هو المقدم. مقدم هو ده. الآن المقدم وهو مقدم. أنت تقدمه. والآن هو بتحداك في أشياء كثيرة. نبغى رجعنا. إيش رأيك نبدأ الحلقة وبعدين نشوف التحدي؟ سواء ما فيش تحدي. انا ادري انه مبدع مصطفى. هذا الشيء يا سلام. مبدع مبدع. اذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه التي نستضيف فيها الاستاذ توفيق الماخذي. طبعا استاذ توفيق يعتبر الان ممثل كبير. أنا ممثل الامم المتحده. لا ممثل. ممثل. أيوة. ممثل وايضا منشد صح؟ ومرشد. مرشد ومرشد سياحي وطباخ وكل شيء. أوف. ايوه مزدحم من وين. يا سلام. وانا متلعب كل شيء واكثر منه. واكثر منه؟ الله ونعم. حتى طباخ. ونعم طباخ. يا سلام. ايش بتطبخ؟ بطبخ مكرونيه. الله سلطه. يا سلام. سلطه طباخ تطبخها؟ لا تطبخها بس. اي شيء. يلا تمام. حياك الله يا توفيق. حياك الله استاذ سليم. طيب متى بدات التمثيل؟ متى ايش بدات التمثيل؟ امس. من امس بعد الفجر تماما بدا. ما شاء الله عليك مقبول. الله يسعدك. بدانا وعدنا في الثانويه العامه. مثلا المدرسه يعني. من الثانويه العامه وانا في المدرسه. من الاعداديه يعني بدانا نتعلم، لكن الظهور بدا من الثانويه وما بعد الثانويه. هذا في المحويت على أساس. هذا الثانوية في المحويت وبعدين بدأت في صنعاء بعد الثانوية. أي أفضل تحس التنمية موهبتك؟ هل في المحويت ولا في صنعاء؟ يا أخي الله يرحم أبوك، المحافظات مجبرة المواهب، أي واحد في المحافظة. آه. ولما تطلع العاصمة صنعاء مهما كان تشتهر مهما كان، لأنه أي يخبطوا أبوك هناك وتمثل وتنشد ولا مكانك يعني. مكانك. ما بتحرك ما بيش إنك تتطور وتسلم. ما فيش إلا في العاصمة صنعاء. عند القنوة. ايش رايك يا مصطفى؟ ايش رايك؟ كلامه مقنع ولا؟ ليش بتخاف منه؟ ليش؟ بيخاف منه؟ عندك. انا بين اخاف ولا؟ انا استشيره في كل شيء. انا دائما سالتك قلت بتخاف من الاسد؟ قال ايش هو الاسد صح؟ انا ما اخاف من الاسد، اخاف من الحيه. من الحيه؟ اذا سامع، الحيه الميته الذي عادي ماشي بخير. لا قصدي الحنش. الحنش. تمام. الحنش. انا ما اخاف من الحنش طبعا، اذا انا احسن منه. مصطفى معك سؤال؟ لا جاي تقول اخذت المايك عليك انا. مصطفى معك سؤال؟ سأله. ها؟ ما هي الشيء الذي انت يخاف مني من الحيوانات؟ ما هي الشيء اللي يخاف مني من الحيوانات؟ ها؟ السيارة. سيارة؟ من الحيوانات مش من السيارات. السيارة مش حيوان؟ مشي ها؟ من ال اسمه الزرافة. انا اخاف من الاسد وال يلا وده قلت لي اول ما تمام خلي ساعه عشان حكينا خلي ما هي الحنش والثعبان. الحنش والثعبان. الحنش والثعبان. ايوه قول والله. والله اسف اذا والله اني باهر ما شاء الله على اذا تمام. طيب
بس تتذكر موقف الآن مثلاً ظريف حصل لك في عرس أو أي موقف حصل لك في حياتك؟ كم يا ما واقف خلي أعرفك أيوة مرة وأنا أنشد وأنا بنزف بعد زفة ما قد بش أرج ما قد بش أرج أو عسل زمان وأنا بقول صلوات الله على المدني الله على المدني على المدني العريس واحد من بيت المدني وواحد من القارة أيوة وبعدين صاحب القارة بيمخزن يقول أقول على المدني صاحب القارة واحد اسمه القارة ليش ما احنا على المدني وفضل عصية أبو الحليل على المدني وابني ما دخل في عيناك ويقول صلى الله على المدني الرسول صلى الله عليه وسلم الله يرحم أبوك الله يحفظك ويحفظك طيب يا أستاذ توفيق لو نعمل تحدي بينك أنه هو بتحداك أنه على أي شيء تحداني يمثل يمثل؟ بضال إيش تمثل؟ أتعمل مشهد تمثيل أنت وهو؟ مثل انها انك القاضي مثلا القاضي تمام حق أيوة. المحكمه حق المحكمه حق المحكمه القاضي ايوه وانا مثلا الجندي هنا عندك تمام انت الجندي يلا صح وهذا المتهم لا اذا انت الشرطي جلست جنبي ايوه هي اسمع صلي رسول الله انا القاضي وانت الشاهد وهذا السارق قصدي انا القاضي والشاهد وانت السارق انا السارق انا هذا معلم شفتي الثاني سارق بصبي صح يلا هو السارق صح يلا حكمت المحكمة الحبس انت شجاع الأمد هذا ايش اسمك زعم حمو حكمت المحكمة الحبس على حمود مش يا قاضي انا بريء ما سرق معصوم ما فيش افتح الكاميرات اوب ما هو هذا ابصر علمني ها تحت الكاميرا تبسر شوف يا قاضي هو جاء من هنا تمام وبعدين تخلاه هنا شوف اوف سرق شفته وين اللي سرق؟ مشي صورتي هذا مشي صورتي مشي صورتي سرق هذا ايوه البيانو سرق هذا ما هو هذا البيانو صح سرق ايش ودي سرقته؟ هذا شوف هذا سرق مش وين هذاك؟ مشي يدي يدي سوداء وهذيك بيضاء شوف ايوه مش وين شوف الابيض وجيت لبست كيس ابيض انت غريمي انت اذا قلت غريمك القاضي ما انت شارع انت انت انا يصيح عليك رافض قم له رافض قم احبسه قم انت قم انت ازاي يا قم من يدخل يا سيدي من وقع يدخل الحبس انا لا هو انت انا بريء يا خليني اكلم زوجتي اكلم زوجتي اقول لها خلاص انا خارج انا اجيب لك موسيقى يلا. موسيقى حزن وانت تحاول تتلاشى وطاك وانا احاول ايش؟ تتلاشى يلا اعمل لك لا 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 اعيدها انا حتى اتكا كذا انا فعلت هكذا انا قلت هكذا نعيدها صح يلا ما له قاعد ما يا انت ركز ما هدتك انا بنسمع اللي بيفعله تمام ابصر ها ابصر ولا معناه كذا ابصرني سامحني سامحك يا قاضي سامحني بيقولك سامحه بيقولك سامح يا قاضي سامح والله سامح يا قاضي سامحني سامحني سامح ابسل مسكين الله يحفظك شوف يا قاضي سامحني الله يرحم ابوك ابسل مسكين الله يحفظك مالك مالك يا قاضي ما عمل ايش عمل احنا بنشوف انت ابسل ايش عمل كذا ايش عمل كذا لا تكذب علي ابسل حرام عليك يا قاضي سامحه سامحي يا قاضي انا سامحه ليش؟ هلا 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 ابو ثلاثة الف استاذ انت خلنا وانت شجاع بسر طيب الان ننتقل الى الفقرة الثانية فقرتي لو معنا اعزائي المشاهدين حياكم الله في برنامج مع توفيق مع توفيق ما عدوا مع سليم قد ثمانية اهلا وسهلا بكم حياك نرحب بهذا القاضي قلبي الحقيقه وانت سامحك
ايش الحقيقة؟ تقول الحقيقة. انت حددتني وش اسامحك؟ احنا حددتك اول اعتذر. شاف ما حشاه يا توفيق. خلاص ربي يبصرك. من هو؟ ربي يبصرك. ربي يبصرك. ربي يبصرك. ايوه خلاص. ايوه والله اعترف. خلاص اعترف. ايوه انت صدق حددته. اوه يا سلام. سامح. الله خلاص قوم احبسوا النقل على الشارع. خلاص قوم احبسه. هذا عدول يا جاي ما حددتك. خلاص يا الله. يا سلام يا سلام. طبعا انا اقدم لك سؤال كم كنا البيت قول لي تقريبا ما جحرج خلاص تقريبا احيانا مع ضغط العمل مع كذا لان العائله في البلاد وكذا احيانا بنجلس تقريبا شهر شهر ونص اذا جاء لي عمل بشكل كبير طيب شهرين زوجتك تاري انك تزوجت الان ها ايش مالك يا توفيق طبعا انا معي مصادر لحظه يا مصادر لحظه لحظه انا داري بكل شيء واحنا قد حاولنا نفي على لحظه لحظه اكثر منك انا داري لحظه لحظه طبعا للعلم انا كنت ناوي اسال توفيق هذا السؤال لان نزلت في الفيسبوك اسالوا توفيق بيسالوه كثير هذا السؤال ايش هو اشتي انك تتزوج بالثانيه فهو ايش اشتي يعمل يشتي رد المقلب علي صح ولا لا انا ما تزوجت والناس ترى انه ايش انا طيب طيب معك اصحاب في الفيسبوك كلهم سالوك هذا السؤال انا اتزوج بالثانيه اعترف عادي معي واحدة جالسة فوق الصالة وصار جاي أنا سرت وهي معي فوق الصالة أما أنت لا 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 أما لا لا أنت لا لا مصادر موثوقة وأنا داري وأثبت على ذلك لا 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 تحاول في منها تشي مني الصدق الصدق يعني واحد أنت منك تمثيل الحين بتصور صدق اللاعب إيش هو تمثيل إذا ما أنت مزوج بالثانية فأتقطع لي يا معك أوف ربي يا معك ربي يبصر كل الناس مش واحد بس الثنتين يبصر أبداً. يا سلام عليك يا مصطفى لا واحده ولا بثنتين يا مصطفى سلم يا مصطفى شكرا جزيلا لك على هذا انا مجامل معك اشكرك يا مصطفى انت من نفسك مش قطعش يدك انت من نفسك كبرت انت ربي يوم الجنه يوم القيامه اي يوم القيامه شي بزك دخلنا الجنه لا اين كذبت شي بزك ايوه ويطلعك النار ويقطع يدك هو يطلع عليك اها اسال الله دخلنا الجنه شوف ايوه لا تكذب كل لا تكذب ويقول لك الله يدخلنا الجنه لا تكذب هذا الولد بيدي كلام هو بيدي كلام صح ايوه ايوه بيقول لك لا يقول اذا كذبت اسالك سؤال ثاني طيب لو خيروك تسكن في اي دوله انا تسكن والله شوف ما فيش افضل من اليمن افضل من اليمن صراحه يعني لو جت لي حتى فرصه لك هذا جو اليمن ثاني مختلف وبين اهلك وناسك واصحابك طيب اذا انت لم تتزوج ايش انشدت لزوجتك اذا تحبها ها. انا اشتي اغنيه منك بيت شعري اهداء لزوجتك كذا اذا الان والله انك اسئلتك تدريك انا مش هيش تفضل امر اصلا زوجتي يا الله. يا نعمه الله زوجتي يا نعمه الله ايوه خلاص هذا الاول ولا الثاني الزوجة الأولى الثانية هذا الأغنية أيوه أنا لما أكبر مش أتزوج ها أنت لما ما تتزوج بالمرة ما تقولي أنا بتاكل أصلاً أتزوج شو يكبروا معي عيال مي أنا متزوج شو أعيش حياتي شو أروح وأرجع وأنا حر ما أروح عيال قيمة الرز قيمة ايوه يقول لك يعني عزب احسن لك ايش وانت حر ويصير وكي احسن لك امامي احسن ازواج اتعبنا لكن يا مصطفى لكن الرزق هو على الله في واحد يمرز اروح اعايش انا تعال جان ايوه الذي يموت تكبر انت الذي مسمي انت الذي انت الذي انت الذي عايش عزب انت الجعالة انا الجعالة لك انت وحدك كل شيء لك المصروف لك وحدك اذا تزوج اذا تزوج من العزوجة تزوج تزوج انا لوحدي شكله سرطاح والقول ما ايش تنصح صاحبك ايش تنصحه الذي يزوج هذه يوجعني شارح عالجة اصلا لا شارح انا خلاص خلاص جلس بعدك يلا تفضل يا استاذ غنيت قلت لي ما شاء الله صوت جميل يا استاذ سليم الوادعي صاحب الهنجره الله الحنجره الها الحنجره الحنجره الذهبيه الاستاذ سليم الوادعي معروف طبعا
باقي معك سؤال ولا خلاص؟ باقي ثلاث أسئلة. أوف خلاص يكفيني والله يكفيني. أعزائي المتابعين سليم الواجعي، الله يحفظك، أشكر كل من تابع هذه الحجرة وهذا البرنامج مع سليم. الله يحفظك. وطبعا سليم الواجعي صاحب حنجرة ذهبية وكادر بيجمع حنجرة أسود في طياته جميع المبدعين في اليمن. مصطفى الحقوق يعني إن شاء الله يكون إعلامي مميز في قنوات اليمن وفي قنوات هذا البطل والنجم هذا، وفقره مع سليم الوادي. يا سلام تعال. يا مرحبا بكم من جديد. طيب الآن معنا فقرة مشاركات الجمهور، طبعا ما شاء الله أسئلة بل أكثر من 100 سؤال. نعتذر من الأخوة اللي ما استطعنا أن ننزل المشاركات حقهم والأسئلة، لأن الأخ توفيق مستعجل مع عمل. صح، مستعجل ومعي عرس. طيب الأخ المنشد مجاهد عيون، طيب يقول ليش ما عاد نشوفه في الدراما اليمنية مع أنه مبدع وله نكهة خاصة بالتمثيل؟ أكثر الناس بيقولوها هكذا، لي نكهة خاصة بالتمثيل ويعجبهم تمثيلي، لكن أول شيء القنوات احتكرت العمل للشركات، هذا أول شيء. والشركات يعني بيشاركوا فيها أكثر من 200-300 ممثل، والاختيار يكون يتولك دور اثنين كذا، يعني يكون الظهور بسيط، ما عاد فيش عمل خاص تشتغل أنت. وكذلك العمل الآن ما بالله يعني بمعاملة وكذا. إن شاء الله إني تصلح الدنيا ويخرج من العدوان، وبعدين تصلح الدنيا ونرجع إلى الدراما مهما كان إن شاء الله بإذن الله. طيب الأخ أحمد الغشمي بيسأل، بيقول وأيضا نوجه التحية، بيقول لماذا لم يظهر المحويت في الدراما سيما وهي من أجمل بلاد اليمن؟ طبعا في ناس كثير كذلك بيسألوا عن اللهجة المحويتية وعن بلاد المحويت إيش ما تظهر لهجة أهل المحويت. طبعا لهجة حلوة جدا ومضحكة يعني، فأنا أفتخر بلهجة أهل المحويت في نفس الوقت. وأكثر المخرجين لما أجي أمثل قال أشتي كلامك الطبيعي كله هكذا، بيقولوا لي هكذا. وإن شاء الله سيكون هناك مسلسلات كلها لهجة لأصحاب المحويت إن شاء الله، وليست هناك استنقاص، إنما افتخار بهذه اللهجة، مثل ما أهل زبيد بيفتخروا بلهجتهم، ومثل ما أهل تعز نفتخر بلهجتنا المحويت. وإن شاء الله نطلع ميعاد تقول إياه. طيب الآن سؤال من الأخ محمد عبده العمسي. تمام محمد عبده، تفضل. يقول قال لي قبل سنوات يعني أنت بالمحويت إنه إذا رزقها الله ببنت سوف يسميها سميرة توفيق وسيزوجني إياها، هل لا زال عنده وعده؟ غيرت اسمها طبعا، كان اسمها سميرة. اسمعني يكون حتى يكون واحد صادق في نفسه. ها يعني يجوه حقيقة. أنا كان اسمها سميرة توفيق، لأنه لما وقع لي بنت حضروا الناس أهل القرية قالوا ما بلا سميرة، سميرة توفيق، وجلست اسمها سميرة توفيق حوالي يعني مدة واسمها سميرة توفيق. ها ايوه. وبعدين كان الناس يقول فنانة بتقلد الفنانة، نقدك مع ذاك بني ادم خصف الله بك ان كذا. ايوه، فانا غيرتها واعتذر عن زواجك يا اخي الكريم لانه غيرت اسمها الى مواهب توفيق. طيب الان سؤال من الاخ احمد عبد الكريم البدوي، بيقول كم ارباحك من مسلسل بعد الغياب؟ بعد الغياب طبعا مسلسل حلو جدا، وحصلت منه على 600,000 ريال. ما شاء الله. لم اشارك الا قليل، لكني الحمد لله لم يظلموا احد. طيب وانت شاركت ايضا في سد الغريب؟ في ماشي في غربة البن. ها في غربة البن؟ في غربة البن نعم، كنت الفنان وكنت المنشد حق عبد الوكيل. هل عبد الوكيل حاسب؟ عبد الوكيل. ايوه عبد الوكيل، ايوه الفنان والمنشد. انا شاركت كل العصر، وعبد الوكيل سرح بزر الصندوق عاصر خطوطه. ايوه عبد الوكيل. ايوه مالي حاسبني حاسبني حاسبني. طيب اخر سؤال ونعتذر عن البقيه بسبب ضيق الوقت. الاخ زايد المراصبي. زايد المراصبي اي بيقول كل هالبقر ماتت ليش ما يرجع الزلط؟ ايش قصته؟ باه البقره ماتت. زايد المراصبي طبعا تحيه للاخ زايد، طبعا من شعراء من بني مطر هو. يا سلام زايد المراصبي هذا من بني مطر. استنوا ايش؟ الناس عليك دعقه البقره هو سأله هو قتلها. ايوه قتل البقرة. منك عكل مفروضك. هذا درسنا قصة البقرة، هذا من وعدنا ادرس، كنا نصلي بالناس في الجامع، وبعدين كان يبصروني ما شاء الله مهتدي، كان يتوى التدريس لا عندي لا بدريس. كان في بقرة يضي مريضة مع واحدة مرملة،
اديتها الفلوس لا عندي، قلت لي 5000. قالت ها يا ابني ادرس، ادرس بال 5000 هذا قران كريم وذيك ادرس، قلت ولا يهمش الا ادرس ان شاء الله ما معيش الا البقره، البقره تاعك قلنا ان شاء الله. الفاتحه قالت الفاتحه معي وروحت، قلت ان شاء الله الليله ادري ما دريت الصبح وجيت تقدق ايوه كدي دق 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 ما دق 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 واني قدي جت هذا قلت لي 5000 وانا طول الليل بنها الهلال القران بنقرا ايوه. وبعدين قلنا طبعا قد اتفقنا انا وهي محمد صاحب تقول ادرس ما يهمش اقرا ايش كذا يا حالي يوم ان شاء الله ما تقومي والبقره بخير بخير ان شاء الله. ما قامت البقره ميت طبعا. بعدها تقول بكرت لا عندي فلتت البقره ورجعت طريقي التقدق اي أيوة وتوفيق قلنا ما تشتهي ما خرجت هي تقال خمسه اي انا قال خمسه قلت قلت ترست قال راح تدرس لا من هذا التراس الله يعطيك العافيه ما من هذا التراس خليها على ربك خليها على ربك ما عيش دراسه قلت قلت ترست والله انا ما درست قالت والله ما عيش دراسه قال خمسه لا تشيل انا بها لبن وحليب وذكى الله يرحمه ابوك كذا بقره ماتت قلت ما انا ما قلت والله ما نفع الحين الخمسه رتينا الخمسه حكا قلنا رزقنا على الله. طبعا نعتذر من الاخوه المشاهدين الغينا فكره الالعاب لان الحلقه ما شاء الله كانت ممتعه ومليئه بالضحك وكان وجودك الصدق ما شاء الله حافظك الله ورعاك أكثر من رائع وأنا أتشرف في استضافتنا كذلك الله يرضى عليك وسعدك. إذا أعزائي المشاهدين نختم بأنشودة من الأخ توفيق أكثر من أنشودة أعلى ونهي البرنامج على صوتك. بسم الله أبدأ في كلامي على النبي أزكى سلامي والآل ما حمل حمامي من هو على نهج ودرب صلوا على الهادي بطيبة صلوا على الهادي بطيبة. أما العذاب من ينقذ من من ينقذ من قبل يجنن كم قد لبس كم قد تدهن عسى عسى يلقى حبيبه صلوا على الهادي بطيبه صلوا على الهادي بطيبه. من ينقذ لو صار مجنون ما دام سعر البنت مليون اثنين من ثلاثة أربعة من صوت من جرى مسار محزون الله في الدنيا معينة صلوا على الهادي بطيبة صلوا على الهادي بطيبة. اذهب إلى سالم وقل له قل لي ديم الله سروره اضحك معه واعرف شعوره ما دام حل الثنتين بيته صلوا على الهادي بطيبة صلوا على الهادي بطيبة. ما أحسن مرتاح زالي مثل القمر فتان حالي مثل القمر فتان حالي سلطان أو قايد كتيبة صلوا على الهادي بطيبة صلوا على الهادي بطيبة. ارفع راسك ارفع راسك.